بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا الأصم، وموضوعنا في الحلقة حول اليوم العالمي للتوحد والذي يخلد في 2 إبريل من كل سنة. يعد التوحد من الأمراض التي يتعرض لها الأطفال مع بداية عمرهم، حيث ينتشر بينهم بكثرة ويظهر على الطفل العديد من الأعراض، ويكون هذا التوحد ناتجا عن بعض الأسباب المختلفة والتي تؤثر على تطوير المخ الطبيعي لمهارات التواصل الاجتماعي. ومن أسباب التوحد العديدة وجود العامل الوراثي والجيني وإصابة أحد أفراد الأسرة بمرض التوحد من قبل، ولادة الطفل بوزن أقل من الطبيعي، التعرض إلى الالتهابات الفيروسية، كما أن وجود مضاعفات أثناء الحمل من المسببات أيضا للتوحد، ولنقص الأكسجين خلال الولادة أيضا تأثير على الطفل مما يتسبب له بالتوحد. وتظهر الإصابة بالتوحد عند الأطفال في أحد أو كل من الأشكال التالية: أولا، التواصل الاجتماعي، كعدم استجابة الطفل لمناداته باسمه ولا يكثر من الاتصال البصري المباشر، غالبا ما يبدو أنه لا يسمع محدثه، يرفض العناق أو ينكمش على نفسه، يحب أن يلعب وحده. ثانيا، اللغة، يبدأ الكلام في سن متأخرة مقارنة بالأطفال الآخرين، يفقد القدرة على قول كلمات أو جمل معينة، يتحدث بصوت غريب أو بنبرات وإيقاعات مختلفة، لا يستطيع المبادرة إلى الحديث. ثالثا، السلوك، حيث يفقد الطفل المصاب بالتوحد سكينته لدى حصول أي تغيير، يقوم الطفل بحركات متكررة مثل التأرجح أو الدوران أو رفرفة اليدين، قد يقوم أيضا بأنشطة من الممكن أن تسبب له الأذى مثل العض أو ضرب الرأس، دائم الحركة، يصاب بالذهول والانبهار من أجزاء معينة من الأغراض مثل دوران عجل في سيارة لعبة، شديد الحساسية بشكل مبالغ فيه للضوء، للصوت أو لللمس، لكنه غير قادر على الإحساس بالألم. نتابع التقرير التالي ونعود. مصطفى شاب أصم تحدى إعاقته السمعية بالولوج إلى سوق العمل، يشهد له زملاؤه بالتفاني والجد في عمله. قوة الإرادة والعزيمة لديه جعلته أقوى من جميع العوائق التي تعترضه أيا كان نوعها في الحياة. سافر إلى دولة الكاميرون ليستفيد من دورات تكوينية في مجال صيانة السيارات لتكون مهنته ووسيلة عيشه الوحيدة. أنا فعلا أصم، لكن ما خليت هذا النقص يأثر على حياتي المجتمعية والعملية. نشط قلم على مجموعة من السامعين ولا فهم أي فرق بيننا في القدرات. كونت أسرة مجهوداتي ذاتية ونحن سعداء، ولا خلينا هذا النقص يأثر علينا. يعتمد مصطفى على نفسه ليثبت للجميع أنه يسعى وراء ما يريد تحقيقه. هو أيضا متزوج وأب لولدين، يعيش حياته كأي إنسان عادي. برنامج أنا الأصم كان ضيفا لمصطفى وزوجته الشابة الصماء. أنا صماء ولله الحمد، كنت أدرس في مدرسة الصم الابتدائية وأنهيت مرحلة الدراسية مبكرا، ومع مرور الوقت تزوجني مصطفى، أصم هو الآخر، وأنجبنا طفلين سامعين ولله الحمد. أجيد تجميل النساء وخياطة الملابس، ولا أشعر بفرق بيني وبين نظيراتي، وزوجي بدوره يعمل وهو المسؤول عن تكاليف المنزل، وأنا أقوم بكافة واجباتي المنزلية. لم تمنع الإعاقة مصطفى وفاته من مواجهة الحياة بكل شجاعة، معتمدين على نفسيهما بعيدا عن النظرة المجتمعية التي تنظر بالدنيا للأشخاص ذوي الإعاقة. نهاية الحلقة، إلى اللقاء.